الناس رائعه، ويعني كل كان كل شيء على خير وبخير، وما كان لا نقل لا حتى شي حاجه. اصلا كانت الحراسه يعني حاصل مزيان الاساتذه، وكان اصلا حطوا في المستوى، يعني ما خلاوناش هاد تجبدي ما تنقلي اولا تجبدي ديري شي حاجه، حطوا في المستوى اللهم لك الحمد. وكنتمنوا هذا اللي بقى لنا يدوز على خير وبخير. لا ما كاين حتى شي حاجه اصلا، واخا يعني الا ما فهمتيش غير شي حاجه وقلتي لهم شرحوا لي، تيقول لك حنا ما قارينش داكشي ما كنفهموش. كاين حتى شي حاجه دخلنا يعني بهدوء، خدموا معنا عادي، فرقوا علينا الوراق، شفنا داكشي اللي صيفطوا لنا، صافي بدينا الخدمه ديالنا تسالينا، ما كان لا مشاكل ما كاين لا مراقبه اصلا كانت مزيره لا ما بين التلاميذ وما بين الاساتذه، والحمد لله دازت شي على خير وبخير، ما كانش نقل صراحه ما كانش نقل.